يا عمو قد ايش صار لك بالاكيد؟ 3 ايام. أريد من هذا الاجتماع مزيد من الزخم وجهود المناصرة تجاه القضية الأكثر تراجيدية ومأساوية في القرن 21، وهي قضية المناطق المحاصرة. لم يعني يتم التطرق إلى حلول تخفيفية تورث فقط نوعا من راحة الضمير عند من هم أصحاب القرار أو أصحاب المسؤولية تجاه هذا الأمر، إنما تم الدعوة إلى اتخاذ إجراءات جذرية تنهي مأساة البشر المحاصرين، كونهم بشر لهم حقوق وتطلعات، تنهيها بشكل نهائي وتجنبهم ويلات الصراع. المؤتمر اليوم هو يعني عمل من اتحاد المنظمات السوريه غير الحكوميه SNA لاخراج رساله مناصره، وتكون بشكل حمله توجه باتجاه الدول واتجاه صانعي القرار الدوليين، الكلام عن اكثر من 1 مليون محاصر داخل سوريا، الكلام عن حالات الموت من بسبب الجوع، والكلام عن المناطق المحتمل حصارها حتى في المرحله المقبله، الكلام عن عمليات التهجير المنهجة كمان، وحجم تداخل هاي المنظمات خصوصا الدولية بتهجير الناس وبحصارها داخل سوريا.